قاعده بتصير، حاب اعرف منك. سيدي المدير الفني نيبوشا مدرب اجنبي، مدرب محترف، في عقد مع النادي، في شرط جزائي، مع هيك عدلنا له العقد ورفعنا له من عقده ومن مكافآته، ويتهيأ لي يمكن ما في ولا نادي بالأردن بيقدم العقد هذا للكابتن نيبوشا وهو بيستاهل. تحفظ على الأرقام ولا عدل وحكيتهم؟ لا لا، ما احنا ما بنذكر أرقام طبيعتنا، وبيستاهل كابتن نيبوشا وبيستاهل أكثر من هيك، بس هي إمكانيات الأردن، هي إمكانيات نادي الفيصلي. الكابتن نيبوشا لغاية مبارح وعدني أنه مستمر مع النادي الفيصلي، للآن ما لقى النادي اللي هو بيدور عليه. الكابتن المدير الفني نيبوشا لما اجى على الاردن اجى على الفيصلي ورضى يجيب الامكانيات اللي احنا بنقدر عليها كنادي فيصلي لتكون بوابه له للخليج، صراحه هو صريح يعني، عرفت علي؟ ولكن انا برايي مع احترامي لنادي الزمالك والكره المصريه مش طموح الكابتن نيبوشا. فالكابتن نيبوشا لغايه امبارح كنت انا وياه واكد لي انه مكمل معنا ان شاء الله. وبرجع بقول هذا احتراف، وانا بتهيالي الكابتن نيبوشا لقى حاله بالنادي الفيصلي والنادي الفيصلي لقى حاله بنيبوشا. ما حيكون الخطوه اذا بده ياخذها الكابتن نيبوشا خطوه كثير يعني بدها تكون يفكر فيها كثير كويس، عرفت علي؟ بتعرف المدرب اليوم سي في بتوفيق من رب العالمين، فيتهيالي انا الكابتن نيبوشا امكانياته لقاها بالنادي الفيصلي. صحيح. وان شاء الله ان شاء الله نتمنى يضل معنا وحيضل معنا لسنوات لقدام كمان ان شاء الله. ولكن الكابتن نيبوشا بالاخر اذا لقى حاله انه بده يطلع او كذا في شرط جزائي بده يلتزم فيه، ولكن انا من خلال علاقتي القويه مع الكابتن نيبوشا اعتقد انه مكمل مع النادي الفيصلي. قيمه الشرط الجزائي ولا برضه بتذكر شرط الامور الماليه ما بتحب ما بتذكرها؟ اوكي نتعلم. كابتن معتز.